لا إله إلا الله. أخي أنت وصي علي شيء؟ لا ماني وصي عليك، أنا عم بأمرك، أنا بس عم أقول لما تكونوا سوا لا تعملوا حسابي. معناها كل الوقت رح نكون سوا، كل الوقت رح نكون سوا نحن، هيك شو رح تقطع لي كرت يعني؟ لا بكتفي ببقية الأوقات سهلة يعني. هو يسهل أيامك، لكان هذا الزلمة ما حدا يجيب سيرته لأنه رفيقي، واللي بيحكي عليه يعني حكى علي أنا. سلام. أنت تغمي إيه؟ أمير شباب ليش معصين؟ ما في شيء كنت عم بتخانق أنا وائل. وائل ما غيره، هذا تبع المواعظ الأخلاقية والحكام. شو بدك فيه هذا؟ كم مرة بقول لك هذا ولد بده يعكرك؟ روح أبو الشراب روح.